أرض الواقع بعزيمة الرجال، بس الناس بتسأل آلاف الكيلومترات اللي احنا عملناها طرق ومئات الكباري والمحاور وغير ذلك في وقت الناس تعاني فيه من أزمة اقتصادية نتيجة تداعيات خارجية وأوضاع داخلية، يا ترى الناس هتاكل كباري وطرق؟ فندم سيري بيقول ده سؤال جميل جدا وهرد عليه، بس قبل ما ارد عليه اقول لحضرتك ان انت حرقت لي موضوع مهم جدا. ولو حضرتك جبت التسجيل للكلمه اللي انا استاذنت السيد الرئيس وقلتها على مسرح قاعه المناره يوم تشرفت وهو تفضل ورقاني رتبه الفريق، صحيح. انا قلت كلمه مهمه جدا ساعتها، قلت اخي كمان، قلت الاخ والصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صحيح، اللي محدش عارف قيمه هذا الرجل، وانا لما يجي وقت من الاوقات هحكي وهقول وهكتب مذكرات لان انا عشت مع الراجل ده. ارى الدموع في عينيك كتير. الحمد لله الحمد لله، اصل انا عارف هو عمل ايه في البلد وعارف عمل ايه للبلد. فقلت ساعتها ان انا هكتب مذكراتي وهذكر فيها الراجل ده عمل ايه للبلد. انت حضرتك يعني مش هنقول ضحكت عليا انت ولا استدرجتني، انت خليتني اقول جزء، على فكره ده جزء برضه. ده قلت جزء من اللي انا هكتبه في يوم من الايام في مذكراتي عن هذا الرجل العظيم. وانا لما قلت لك قبل كده قلت لي حياه ستاتي اللحظه. وحضرتك فعلا جيت لي المكتب وقلت لي، وكنت عايز حضرتك تاخد او يعني ان انا ابدا اكتب وسيادتك تساعدني. وعلى فكره جالي كتاب اخرين مكتبي وانا في الهيئه الهندسيه لسه ساعتها، او يوم بعد المناره رحت الهيئه الهندسيه جالي كتاب، ومش عايز اذكر اسماء يعني واحرجهم، هم موجودين وعايشين على قيد الحياه، وقولي قالوا احنا عايزين ناخد حق المذكرات دي حصري واحنا نساعدك في نشرها. قلت لهم ده مش وقته. حضرتك جيت لي وسالتني، قلت لحضرتك ده مش وقته، هيجي وقت من الاوقات هقعد مع حضرتك شخصيا، انا بثق في حضرتك وفي قلمك وفي رايك وفي صراحتك، وهكتب الكلام ده كله معاك ان شاء الله. بس حضرتك انت النهارده ان شاء الله يعني طلعت مني يعني جزء كده منها ان شاء الله، انما في كتير عن الرجل ده يتقال. يعني انا قلت لحضرتك في مره من احنا دلوقتي ان يعني مره جالي الفجر على مشروع كده كنا بنعمله على طريق جنيف، ايه هو المشروع ده وظروفه اتعمل ازاي وفلوسه جت منين ومين اللي عمله وايه وايه وازاي هو كان متبنيه شخصيا، هيجي وقت اقول لحضرتك كل التفاصيل ان شاء الله. ولكن ارجع بقى لموضوع الطرق والكباري والناس هتاكل طرق والكباري ولا لا. لا انا هقول لحضرتك الناس مش هتاكل الا لما توصل لمزرعتها اللي بتاكل منها على طريق، والناس مش هتلبس ولا تروح مدرسه ولا تروح مستشفى تتعالج ولا تروح مينا تصدر ولا تروح منطقه صناعيه تصنع الا على طريق او على كوبري او على بعد شويه بقى كمان على ايه نقول ايه على سكه حديد. ما هو ال ال ال